تحسن كبير بالنسبة للمجموعة التي تعمل الحجامة خلال أيام السنة. Because خير الناس من ينفع الناس. انتشر بين الناس وبات ملحوظا ويعاني منه الناس بمختلف الأعمار. وأيضا العسل ما ننصح، أنا ما أنصح به كطبيب، ممكن استعمالها من قبل مريض السكر. ولهذا خصص الدكتور علي بحثه للقضاء عليه والسيطرة من حد انقسامه. فكل ما الواحد كان حالته المعنوية وحالته النفسية جيدة، كل ما كانت مناعته كمان مرتفعة. تحسن في ارتفاع نسبة السكر في الدم. And as we are in Indians, we call it the part of Ayush system. تداو تشاهدونه يوميا في 3:15 عصرا، ويعاد يوميا في 11:30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة على قناة إقرأ.